المشروع ده بالنسبة لي هو يعني كرست له حياتي من 2017 لحد دلوقتي، فهو يعني كل حاجة بالنسبة لي، فبحس إن الروبوت يعني زي ابني. أنا مينا أشرف، دكتور علاج طبيعي، وده كوزموس إكزو سكيلتون. ده روبوت بيساعد مرضى الإصابات العصبية الحركية على استعادة القدرة على المشي. أنا هدفي أني أخدم أكثر من 2 مليون شخص في مصر وأكثر من 500 مليون شخص حوالين العالم على استعادة قدرتهم على الحركة. أنا بشتغل على البروجكت ده من 2017، يعني دلوقتي حوالي 6 سنين. أنا بحكم شغلي كدكتور علاج طبيعي بتعامل بشكل يومي مع مرضى الإصابات العصبية الحركية، وفي نفس الوقت بتابع دايما الجديد في الأبحاث في العالم وفي التكنولوجيا التأهيلية والعلاجية اللي في الفيلد ده، ومتابع الإكزو سكيلتون من تقريبا من 2011 لحد النهاردة، وهي تكنولوجي بتساعد ناس كتيرة جدا على العلاج والتأهيل واستعادة القدرة الحركية مرة تانية. وفي نفس الوقت التكنولوجي دي سعرها غالي جدا جدا جدا، وللأسف بسبب سعرها ما دخلتش مصر لحد النهاردة الأجهزة الخارجية، وما دخلتش كتير من الدول النامية بسبب سعرها الغالي، وحتى تداولها في الخارج محدود جدا. فمن هنا جاتني الفكرة أني أبدأ أشتغل على تصميم التكنولوجيا دي بالتطوير اللازم اللي احنا محتاجينه، والفيتشرز الجديدة اللي عايزين نضيفها على التكنولوجيا دي اللي هتساعدنا في شغلنا كدكاترة علاج طبيعي، وهتساعد المرضى، وهتساعد ان احنا نقدر نطلع نتائج فعالة ونقيس معدلات التحسن والنتائج اللي نقدر نطلعها بالإكزو سكيلتون. فمن هنا جات الفكرة ومن هنا بدأت المسيرة. هو عبارة عن روبوت زي شبه الإنسان، لكن يعني زي مجوف من النص، فالشخص بيقدر يدخل في النص هنا ويلبسه، وهو يديله السبورت انه يساعده انه يقف ويمشي وهكذا. الجهاز بيتكون من 5 قطع أساسية قابلين للفك والتركيب، ودي فيتشر احنا طورناها علشان سهولة الاستخدام للدكتور وللمريض فيما بعد. وفي تكنولوجيا متقدمة انه يقدر يتواصل بالانترنت ويتابع الداتا بتاعت المريض واداء الجلسة اول باول. في موبايل ابليكيشن كوزموس اب، ده اللي يعتبر بمثابة وسيلة التواصل ما بين المستخدم سواء دكتور او مريض والإكزو سكيلتون. بياخد من عليه الاوامر ويعرض عليه البيانات والرسوم البيانية لمعدلات التحسن والاداء بتاع الجلسة، ثم يعمل جدولة للبيانات دي ويطلع في اخر الجلسة بتقرير عن اللي تم في الجلسة ومعدلات التحسن بتاعة المريض، بحيث يكون فيدباك للدكتور ويديله مؤشرات رقمية ويقدر يقارن جلسة بجلسة ايه اللي اتحسن في المريض، ايه اللي محتاج يشتغل عليه اكتر عشان يقدر يحط خطة علاجية مبنية على اسس وفعالة اكتر. شعوري لما اول شخص وقف بيا في النماذج الاولية الاولى كان طبعا شعور لا يوصف، من ناحيتي ومن ناحية الشخص اللي كان واقف بيه وقتها. طبعا حلم كبير وشعور يعني سعادة غامرة، من ناحية الشخص اللي وقف بعد كذا سنة من عدم المقدرة على الوقوف، ومن ناحيتي اني قدرت اوصل لأول طريق انه اساعد قطاع كبير من الناس بيعانوا من فقد الوظيفة الحركية. نفسي التكنولوجيا دي وغيرها من التكنولوجيز اللي احنا هنطرحها ان شاء الله الوقت الجاي انها تساعد اكبر قطاع ممكن من الناس اللي محتاجين التكنولوجيا دي، سواء في مصر او سواء
في الدول الخارجية. احنا هنا موجودين عشان نساعد ناس مش قادرة توصل او تحصل على التكنولوجيا دي والتكنولوجيز الشبيهة بها اللي ممكن تساعدهم في علاجهم وتساعد وتغير كتير من حياتهم.